اتمنى ان شاء الله تطور للدوري المصري صراحه. يعني انا تابعت الحلقه والله، يعني اشكر اول شيء مدحت العدل ومدحت عبد الهادي الزمالك، يعني حرام اللي بيصير في الزمالك. يعني احنا مرينا بتجربه كلاعب شبابي انا الايام اللي راحت، يعني الشباب نقطتين والعالم طاير 12 نقطه 13. الحمد لله امس كسبنا 4، الان عندنا 8 نقاط، يعني تحسن. انا ما اتمنى اللي صار في الشباب يصير في الزمالك، بما اني انت عارفني يا حبيب قلبي انا زملكاوي. انا عارف انت هتقول لي